الوداد كان بغي من نهار عرفت راسي عقلت في الدنيا، ولا قبل كاع ان الوالدين ديالي وداديين، جدي ودادي، الاب ديالي ودادي، شي حاجه عادي انك تكون ودادي. حياتنا في الملعب، في التيران، في مع الجروب لي زولترا، حنا كلها مسطيره. دول مهمه ديالنا الايديولوجي الوداديه، دافع على الوداد. الوداد شي حاجه مقدسه عندك، خصك تدافع. شتي باسون اللي خصك تعيشها دقيقه بدقيقه في النار، حتى دقيقه ما خصكش تخليها تدوز بلا وداد. تخسر الوداد كلشي كيولي كحل، ما تخرجش، ما دويش، اللي دوا معاك كتولي انيرفي بزمنك، تعصب، كتبغي ماكله كتجيك بزز، كدوزها بحال شي حاجه وحلالك. اما حنا ديما ديك الحراره، ديما ديك لافيغ فينا، كيلعبوا مع ايكيب ديال التروازيام سيري، ولا لعبوا مع ماشي حاجه ما كايناش، ولكن الحراره ديما كاينه. ولكن الفرق اخرين كيديروا الحراره حيت كاين الوداد، دونك ديما الوداد هي اللي كتجر، هي اللي كتجر بنادم، هي اللي كدير الحراره. سي ان بولي، كلمه خايبه حشومه، عيب، غرومو، بحال نقول كلمه اخرى، بحال نقول فيس دو بوت، نقول شي حاجه اخرى، سي لا ميم شوز، رجاوي طاطاطا، باسكو ملي كانت الوداد كانت بلا ما تكون ديك الفرقه اللي كتلبس الخضر معنا في الدار البيضاء، الوداد كانت بلا ما تكون هي، وكاين هذيك الفرقه كانت حتى كانت الوداد، ودارت غير ضد في الوداد، وهذيك الفرقه هي سبب تأخر ديال الرياضة في هاد البلاد. شي حاجة عيب تهضر عليها، لا هضرتي عليها كتوسخها في امك وتوسخ عقلك وتعمر بهم، شي حاجة اللي خصها تنسى تمحى، الراجل خصها تحيد من الوجود. هذا الشي فور باين عليه رجاوي كيدوي، رجاوي كيدوي، فهمتيني، كون صحاب شو رجاوي قال مالك معاه، فهمتيني، كون صحاب شو رجاوي مالك معاه، ولكن هو رجاوي 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 وراك ودير في طاكسي احمر، ما نديكش التيران انا غادي، ما غاديش التيران انا غادي لونطير، وانت انا كون عرفتك رجاوي والله ما ركب بالله، ما كنبغيش نعطي فلوس للرجاويين انا كاع. هو انت شناهي ديما ديك رافينيات ديال الدوله هذي، راه فينيات ديال الدوله هذيك، كتبان لكم كلشي خضر، الطاكسي احمر اللي راك فيه كتاكل فيه طرف ديال الخبز، جاو خضر عويني، الطاكسي اللي كتركب فيه، الطاكسي اللي كتركب فيه انت راه احمر كتاكل فيه طرف ديال الخبز، يعني الحموريه ديما كاينه في حياتك. ما كاينش هوليغانيزم في المغرب، حيت هوليغانيزم كيقول ان خص يكون عنف منظم، يعني ما بين جماعه وجماعه، في المغرب ما وصلناش لهاد لوكا. هي الصراحه ما كنكرهوهم، ما كنحملوهمش، وكنتمناو لهم داكشي اللي كنتمناو لاسرائيل، ولكن معاك في المدينه كي غدير. الماتش ديال اليوم مع الكوكب كلاسي في البلايص الاخرين.
اللي كيمشي كيبغي يوصل لواحد الحاله ديال الاكستاز كيضرب لا دروك واحد كيضرب ما عرفتش الهيروين لا كوك باش كيتوتر. انا ما كانو كنوصل لواحد الحاله ديال الجويسونس ملي كتكون رابح الويد الناشطه ملي كنتفرج فيها لعبه. والوداد مازال احنا مع حتى الاخر نهار حتى عند الله.